هل المسافر في طائرة أو باخرة أو قطار أو عبر طريق بري إذا علم بدخول الوقت عليه أن يؤذن؟ قلنا إن الأذان سنة، وإذا كان الأذان له فقط ليصلي فلا مانع أن يؤذن، وإذا كان هناك جماعة معه رفع صوته بالأذان حتى يعلم به الحاضرون وحتى يدخلوا في الصلاة، والله أعلم.